عطينا لهاد الحكومة مهلة، هاد المهلة استمرت عام، استمرت عامين، عاوننا هاد الحكومة في واحد المجموعة ديال المشاريع، مشاريع القوانين إلا ارتبطنا أحيانا غير بالشكليات القانونية اللي عندنا كحقوق المعارضة، بزاف كانت تأخر وتعطل، لكن حرصنا حرصنا أن نساعد لأنها مصلحة البلد، ومصلحة البلد فوق كل الاعتبار. مع كامل الأسف بقدر انخراطنا في هذا الأمر، بقدر تغول هذه الحكومة وعدم اعترافها بهذا الأمر، بل أصبح مسؤوليها وبعضهم يتحدث عن ضعف المعارضة وعن ضعفه. لذلك كان من اللازم أن تكون لنا وقفة مع الأمور، وقفة خاصة أنه بان عجز هذه الحكومة على مواجهة التضخم، وبان أن هذا العجز على مواجهة التضخم أدى إلى تدهور القدرة الشرائية للمواطنين، وفي ضربات لها تلفة هي في التدبير ديال الحوار الاجتماعي. في تدبير الحوار الاجتماعي قدمنا مع هذه الحكومة نموذجا، نقابة الوطنية للتعليم العالي قدمت نموذجا للحوار بالإجماع، وما حتى واحد على نيل من ما وصلت إليه أو ما وصل إليه هذا الحوار. مع كامل الأسف في الوقت اللي شجعنا الحوار في قطاعات أخرى ودافعنا عليه، وكنا لربما أكثر جرأة حتى من هذه الحكومة، بل تفاجئنا، كنا أحيانا نجد العذر للحكومة في بعض الإجراءات، فإذا بهذه الحكومة الغير المنسجمة كل واحد منها تيزايد على الطرف الآخر. مجلس المستشارين عندما كانت تناقش قضية التعليم لاحظنا أن من أوكل لهذه الحكومة كل النقد ولم يراعي حتى مسؤوليته داخل هذه الحكومة هي الأحزاب والنقابات الحكومية، لذا تنتمي لهذه. وإلا واش هادو بغاو اللبن ديال الأغلبية بغاو يزيدوا معاه الزبدة ديال المعارضة؟ ما يمكنش هاد ملي تتكون في المسؤولية، المسؤولية في العالم، في العالم غير هنا بجواركم انتما على الضفة الجنوبية الإسبانية، من طاحت الديكتاتورية وطلع غونزاليز، ياك غونزاليز أنا أتذكر بعض المرات، غونزاليز هو الاشتراكي الأول، من بعد سواريز، الاشتراكي من بعد الفترة الانتقالية ديال سواريز، يعني لا يمكن أن تتصوروا حجم الإصلاحات التي قام بها الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني في إسبانيا. وش ماذاك الجنوب كي ولا؟ وش ماذاك الكاتالان كي تطورات؟ وشنا كل إسبانيا وما عرفته من تقدم؟ ورغم ذلك لما جاءت الانتخابات لنادي طبع الشعوب، كيفما كان حجم المكتسبات تبقى الخصاصات كبيرة والناس لي. ورغم ذلك الحزب الاشتراكي العمالي ما كلاش في ساعة تحول الرأي العام وانقلب إلى اليمين، وهذه الطبيعة البشرية، لأن البشر بطبيعته يبحث عن التغيير، يبحث عن التناوب وتنسواج. هؤلاء عوض هذه الحكومة عوض أن يفهموا السياسة بأذنهم. حنا راه نادى جلالة الملك المغفور له الحسن الثاني وتحدث عن السكتة القلبية وتدخل الحكومة وتحمل المسؤولية في ظروف صعبة، والجميع يعرف بأن اللي خلص على ديك المرحلة مزيان هو رئيس الحكومة والحزب ديالو جميعا. خليوني الآن وقد مرت هذه السنوات عتيبة للحكم
واش حكم جدي وموضوعي، ولكن وقتها الناس تحولوا في الانتخابات التي تابتها وما كانش، رغم كل الجهد اللي بذلته حكومة التنوم كانت النتائج كارثية وتراجعت تمثيلية الحزب. قلنا ودي هذه ضريبة التنوم، هذه هي ضريبة المسؤولية، هادو تعلموا من سابقين. تذكروا رئيس الحكومة السابق كانوا هما المسؤولين، ورغم ذلك عندما يخرجون في اجتماعاتهم الحزبية تولوا معارضة أكثر من المعارضة. إذن هذا التغليط وهذا التدليس ديال الرأي العام ومحاولة الركوب تركب على الأشياء، هذا الأمر قلنا احنا في الاتحاد الاشتراكي لن نقوم به، وبالتالي غنمدوا اليد ونتعاونوا مع هذه الحكومة ونزيدوا. مع كامل الأسف، مع كامل الأسف، هذه الحكومة التهور ديالها اللي امتد إلى الجماعات والجهات والأقاليم، وامتد إلى الإجراءات اللي ولا تتقاوم حتى التوجهات، تتعرقل، باش ما نقولش تتقاوم، تتعرقل أو تسيء تدبير التوجهات الملكية السامية في هذا الأمر. هذا الشيء والتي يأخذ أبعاد خطيرة. ونعطيكم مثال واحد، احنا باركنا الدعم المباشر، قلنا هذه حكومة مسؤولة، خاصة أن رئيسها اعترض بالنسبة للحكومة السابقة على هذا الدعم المباشر حتى لا يستغل في أجندات انتخابية. هو كيفاش اعترضنا الوقت اللي كانوا سابقين تحسبا باش ما يتستغلش في أجندة انتخابية، لما جيتوا انتوما كانت يسحبنا غتستفدوا من هذا الدرس وتجعلوا هذا الدعم المباشر بعيدا عن كل تأثير حزبي. اللي جابوا لنا القانون، جابوا لنا قانون عادي ولكن مفروغ من كل الاختصاصات ديال التشريع، لأن إحداث لا الدعم ولا توزيعه ولا الكيفية، هادشي تنظمو القانون، والقانون من اختصاص من؟ من اختصاص البرلمان، ماشي من اختصاص الحكومة. هاد الحكومة اختارت باش تجي بداكشي على المقاس، شنو جابت على المقاس؟ هي دارت الإحداث للوكالة وهزات كل الاختصاصات اللي يمكن تكون لهذه الوكالة، جعلتها في يد رئيس الوكالة. وقلنا غادي يكون باستقلالية، اكتشفنا أنه رئيس الوكالة بمقتضى لا المرسوم ولا رئيس الوكالة هو رئيس الحكومة. وكيفاش؟ احنا ذاك النهار لاعبين غير مع جنوب افريقيا، هذا كأس افريقيا اللي مشينا ليه في ساحل العاج ديفوار، لعبنا غير مع جنوب افريقيا. ملي وصلنا في الراديو الملح اللي في المغرب تتسمع تشككات مشروعة من أن يؤثر رئيس جنوبي رئيس الجامعة الإفريقية لكرة القدم على الربيط ويؤثر على التحكيم وعندك يجيبوا لنا حكم، فما بالك وحنا غادي انتخابات 2026 وأنت توزع أموال على الأقل 500 درهم كل أسرة، وغنوصلوا انتخابات 26 حتى على الأقل واحد الهيئة ناخبة واحد تكتل انتخابي ديال واحد 5 مليون ولا 6 مليون الأصوات، إما تنضبطوا وتمشوا معنا في هذا التصويت، وإما غدا غادي نزولكم وغادي نختاروا وحدين آخرين. إذا ملي تتكون في يديك واحد الأداة هي أداة الدعم المباشر، حنا وعينا بهذا الشيء، وبرلمان الحزب بكل وضوح اختار أن ينبه على أنه كان يمكننا عوض أن تؤسس هذه الهيئة في إطار مقتضيات، ما تذكرش الفصل 79 إلى المقتضيات اللي جات تجعل منها هيئة مستقلة، هو الفصل 159 من الدستور اللي تعطي للبرلمان إحداث هيئات مستقلة ديال الضبط
ومن أهم ما يمكن أن يضبط ويكون باستقلالية هي الهيئة المكلفة بتوزيع الدعم المباشر. صعيب علينا تشككنا المشروع حول هذا الأمر، صعيب علينا نمشيو انتخابات ديال 26 إلى ما مشيناش وحنا نرى كيفاش التغول واخد أشكال وأساليب مختلفة. أنا ما يمكنليش نتحدث لكم على كيف أصبحنا كمعارضة التي تسموها ضعيفة، يكفي أن تعلموا أن ديك الجلسة المراقبة والتي صعابة علينا نقوم فيها بدورنا الرقابي، لأن داروا لها من الأساليب ما ضرب الدستور في العنق. ما هي جلسة المراقبة؟ هي جلسة للأسئلة الشفوية كل أسبوع ديال مراقبة الحكومة، ما قالش لنا دستور مراقبة وزيرين أو ثلاثة في هذه الحكومة. من مراقبة الحكومة نزلوها إلى مراقبة الأقطاب، ومن مراقبة الأقطاب ما معنى القطب الاجتماعي، القطب الاقتصادي، القطب الإنتاجي، القطب كذا. شنو هي مراقبة الأقطاب؟ مراقبة الأقطاب معناه أصبح الوزير وزعوا داك الشيء على ما نعرف 6 ولا 5 ديال الأقطاب اللي كاينه في البرلمان، معناه غادي يولي كل قطب تيجي للبرلمان في الدورة اللي فيها، الدورة تيكون فيها 20 أسبوع، هاك 20 أسبوع، 4 في 4 أيام، معناه يتحول الأمر إلى أنك لن ترى الوزير أحياناً. ونعطيكم بعض الإحصائيات يمكن من غدا وبعد غدا على مستوى الحكومة شحال داز دابا عامين ونص. هناك من الوزراء رغم الأسئلة المقدمة إليه من لم يأتي ولو مرة واحدة، ولو أقول مرة واحدة ما جاش. وهناك من الوزراء حتى اللي جاب، هناك من حضر 3 أو 4 مرات. حسبوا معايا في عامين ونص شحال من أسبوع وشحال من جلسة الأسئلة الشفوية. أية رقابة لهذا البرلمان عن الحكومة؟ أكثر من هذا، رئيس الحكومة وبمقتضى الدستور مطالب أن يحضر مرة في الشهر، وحيث أن الدورة فيها 4 أشهر كان مطالب باش يحضر 4 المرات في الدورة التشريعية. مع كامل الأسف، مع كامل الأسف أن السيد رئيس الحكومة غير في هذه الدورة اللي هي دورة القانون المالي ودورة هذه المشاكل كاملة وكذا، في هذه الدورة لم يحضر إلا مرة واحدة، وبعد إلحاحنا دعت سالي الدورة راه يمكن 6 فبراير ولا 7 فبراير سالي، يعني هذا الأسبوع، هذا الأسبوع تنتهي يمكن عاد غادي يستجب للمرة الثانية. وحضور الوزير رئيس الحكومة راه وجوبي، معناه تبقى للدستور ما نعرفاش يوقع في البلاد خارج أن تكون أجهزة الدولة ومؤسساتها كلها معطلة يوم عطلة مثلا عيد ديني أو عيد وطني. خارج هذا الشيء لا يمكن أن لا تنعقد جلسة المراقبة نهائيا المطلوب. واليوم هذه الجلسة المراقبة لرئيس الحكومة تحولت إلى جلسة استعراضية. علاش؟ ما بقاش رئيس الحكومة يتلقى الأسئلة خصو يجاوب عليها، أولا ولات يجمعها في محور واحد. علاش محور واحد؟ كاين 4 الأحزاب أو الفرق ديال المعارضة والمجموعات، تيمكن كل واحد بغا يسوق. ثم ثانيا تيكون الحدث في ذلك الوقت هو حالة اجتماعية أو حالة اقتصادية صعبة أو حالة صحية، تتسول أنت رئيس الحكومة وتطلب منه أن يأتي لطمأنة الرأي العام، تتكون تتسول على أزمة التعليم، الدراسة اللي متوقفة، وتيجي هو باش يجاوبك في السياحة ولا في الرياضة ولا في، وهذا هو العبث
وهنا لا حق لأحد أن ينعت المعارضة بالضعف. أكثر من هذا في إطار التأول ونبين لكم واحد مسألة اللي خطيرة تنعيشها بخ. معارضة على قلة عددها. بغينا نديرو نستعيو رئيس الحكومة، رئيس الحكومة لا يأتي للبرلمان إلا بطلب منه أو بالثلث ديال أعضاء مجلس النواب. وبطلب منه تتعرف وقتاش يمكن رئيس الحكومة يبغي يجي، مني غادي يبغي يستعرض ها الحصيلة هاش درنا، إذا صفقوا المانوفرية ما بقينا شايف في إطار المحاسبة والمراقبة، غتجيبونا باش نقولوا لك تبارك الله عليك أنت زوين. نعم. دستور الديمقراطية التي ناضل من أجلها الشعب المغربي ماشي هي، بغينا برلمان حقيقي. ولذلك نشنا هذه الإمكانية ما كايناش، جينا بكل مسؤولية وتناقشنا في برلمان الحزب وقلنا بعد أن نبهنا شهرين قبل ذلك، نبهنا أن الأوضاع لا تسر وبأن هذه الحكومة ما تتعاملش معنا بجدية هي وأغلبيتها، وأنهم ما تحترموش المؤسسات الأخرى، ما كاينش توازن، وأنهم ما تخلوش المعارضة تقوم بواجبها،